تمضي الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في النهوض بواجباتها في إطار إنفاذ القانون وتقديم خدمات متقدمة للنزلاء تطبيقا لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية. وتشمل هذه الجهود تقديم رعاية صحية متكاملة للنزلاء بإشراف وزارة الصحة، كون حماية صحة وسلامة النزلاء أولوية رئيسية في منظومة العمل. في إطار تطبيق معايير الشفافية بالإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، اطلعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على الأوضاع الصحية لنزلاء مركز الإصلاح وتأهيل النزلاء في جو والخدمات التي يتم تقديمها لهم في ظل العمل على تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. ويؤكد الواقع الميداني أن الوضع الصحي للنزلاء مطمئن وأن الحالات القائمة موجودة في أحد المراكز الطبية المخصصة للحجر الاحترازي للحالات القائمة والمنتشرة في البلاد، وهم يتلقون الرعاية اللازمة حسب متطلبات وضعهم الصحي وذلك بإشراف وزارة الصحة. على هامش طبعا هذه الزيارة التقينا أثناء فترة الزيارة أيضا ببعض الزائرين من ذوي النزلاء، والتقينا أيضا ببعض النزلاء وأخذنا اقتراحاتهم وأخذنا آرائهم فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة. فطبعا أبدوا بعض الزائرين إشادتهم بالإجراءات اللي تم اتخاذها من قبل إدارة المركز، وهي يعني إجراءات حماية للزائر وحماية أيضا للنزيل من حيث إجراء الفحص السريع. أيضا تم مناقشة مسألة التدابير الاحترازية، وأيضا أبدوا طبعا إشادتهم فيما يتعلق بالتدابير اللي تم اتخاذها من إدارة المركز، سواء الفحص الدوري أو حتى توفير اللقاح، وهذا دليل على جودة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللي تم اتخاذها من قبل إدارة المركز. فهذا التعاون بصراحة يثمر عن وضع كبير جدا، ويثمر عن تميز لمسألة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وبالذات فيما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة. ويخضع نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل لرعاية طبية متكاملة على مدار الساعة بإشراف وزارة الصحة، وهو ما يشهد به النزلاء. الإجراءات هي متابعة حسب البروتوكولات العالمية وحسب البروتوكول منظمة الصحة، التباعد الاجتماعي، القفازات، الكمامات، يكون مسافة بينك وبين زميلك في الشغل، حتى وإحنا نطلع نروح الورشة ما نختلط بالناس. يعني الإجراءات هذه متابعة على مستوى الدولة، يعني ما أظن أن في المركز الإصلاح والتأهيل أنه راح في إجراءات ثانية، هي بروتوكول عالمي ماشي عليه كل الدول الوقاية من فيروس الكورونا. وبالنسبة للورش مستمر، برنامج مستمر، يقدر النزيل أنه يروح للورشة ويتعلم الحرافة النجارة أو الكهرباء، وفي أشياء كثيرة يعني برامج في الورشة يقدر يستفيد منها النزيل. وبالنسبة للأنشطة الرياضية موجودة ودورات رياضية باستمرار، وصراحة ما فيها أي شيء قاصر علينا، والحمد لله الأمور طيبة، والاحترازية الأمور الاحترازية كلها اللي في مركز إصلاح وتأهيل تمام الحمد لله، وما مقصرين من أدوات تطهير التعقيم الكمامات لكل شيء. دكاترة محترمين، ضباط محترمين، شرطة محترمين، يتعاملون معنا باحترام وكل شيء. وفي ورش ما شاء الله نجارة، ناس شقالة فيها وينتجون أشياء يعني تحف، وفي برامج تعليمية مو مقصرين، وبالذات مركز ناصر مو مقصر مع الشباب هني، وإحنا كبار السن بعد يعني مو مقصرين ويانا، معطينا اهتمام أكثر ورعاية أكثر، ومجمعيننا وحاطيننا في مكان يعني محترم نظيف، تلفزيونات فيه وكل شيء فيه، يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين. والأكل من أحسن الأكل اللي لنا وكل شيء، يعني نبي نقول حق اللي برا لا تخافون علينا، خافوا على نفسكم انتم، واحنا في يد أمينة صراحة. وتظل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على التزامها بإنفاذ القانون وتطبيق برامج إصلاحية متطورة تسهم في تأهيل النزلاء وإعادة إدماجهم في المجتمع.